عندك الدلكة السوداني ليها تكنيك. يعني ايه دلكة؟ الدلكة الدلكة زي تكييس. هما من اكتر الناس، انا ده اللي انا عارفه يعني، ان هما من اكتر الناس بالذات البنات بيهتموا جدا 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 بالعناية الشخصية ببشرتهم. طبعا بيهتموا بالعناية الشخصية وبشرتهم، هما يعني من اعتقد ان هما من اوائل الناس اللي ابتدعوا القهوة لما بتيجي تستخدم على البشرة، الحنة على الوش، الدلكة. الحمامات عندهم بتبقى بيقعدوا بالافراح، بيقعدوا يعملوا بالثلاث واربع ايام افراح.